في الرياضة وعن أخبار كرة، الكرة المستديرة افتتحت اليوم الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى بإجراء 7 مباريات، حيث انتهت القمة بين شبيبة القبائل ووفاق سطيف بالتعادل دون أهداف، وافترق شباب بلوزداد وشباب قسنطينة على التعادل بهدف لمثله، وأضاف اتحاد بسكرة فوزه الثاني على التوالي أمام شبيبة الثورة بهدفين لهدف، فيما عدا نصر حسين داي بفوز ثمين من شلغوم العيد بنتيجة 0-1، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها أولمبي لمديا بشلف، فيما عادت مولودية الجزائر بنقطة واحدة من مقرة، وفاز سريع غليزان على وداد تلمسان بهدفين لهدف. وتستكمل الجولة غدا بمباراتي اتحاد الجزائر أمل الأربعاء ومولودية وهران تجمعه بنادي باراتو.